اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، عسلامتكم، مساء الخير، مساء الخير لكونديدا، مساء الخير الجمهور، مساء الخير انتم على وراء الشاشه، مساء الخير عسلامتكم في عدد واحد اخر وجدي تاع الدولة. خلينا اليوم حنا كي نجيو نسجلوا الحصه هذه كل يوم من يوم نجي اون فورم. علاش؟ باسكو راني متفكر بلي اكيد راح نتلاقى فاطمه النيه، راح نفرح، راح نتلاقى مو عنابه وراه مومو تاعي، وراه مومو راح نبكي شويه، نكون حزين، نكون شويه حزين. علاش؟ خاطش واحد الزهر يجري موراه هو يدير له هذا بطال، لا لا روح بعدني، هيا ودي راني نهضر. اي ودي يقول لك روح بعدني، ما كان لا. السيد البارح كان معنا حبيبنا، وني نحيوه بالمناسبه، لحبيبنا نبيل من بوروبا، للامس مالوريزمون كان عنده فرصه باش يفرح هو ويفرحنا كاع معاه في العلبه تاعو، كان 300 مليون سنتيم قبل الا امر واحد من طرف البنك الا هو التعويض. كي كان يقول له تعويض تلقاه بريزون، كي كان يقول له دراهم لا لا ما سحقش ما سحقش ما سحقش ما سحقش، حتى مع الاخر في اخر المطاف تحصل على مبلغ تاع 50,000 دينار جزائري بعد ما زاد غير العلبه. اتمنى ان شاء الله انتم تاني تفهموا الدروس، اليس وكذلك من نهار الى نهار. امينه شو صار يدي عرسه دي وين راد هنا؟ واش يدي حنا هنا؟ واش فهمت انا واش كاين عرس هذا اليوم؟ وين شكون؟ شكون راح يعرس؟ شكون؟ اي دعوه اوت قام انا يا جماعه، اي اوت قام. نستقبل الاستاذ عبد الفتاح، راني عرفته رقم 17 اللي هو النوفو فينو. مساء الخير استاذ. مساء النور. لا عبد الفتاح تاع كاستينغ تاع شيراط سوفيتال. تاع سوفيتال يا هو تاع سوفيتال ماشي كاستينغ تاع الجي تاع الجي تاع الجي. قلت برك يعني تبا لازم تقول الماركه تاع الجي. الله يبارك الله يبارك. سي عبد الفتاح انت واش دير؟ اطاشي كوميرسيال تاع واش؟ تاع بارا فارماسيتيك. بارا فارماسيتيك وراح البلاد او جا البلاد. البلاد جا البلاد لازم إيه لازم لازم تكون فيها الدقه. ان شاء الله تكون حافظ برك يوم الجمعه خرج جوريا ان شاء الله. ان شاء الله ما تجنش كيما حبيبنا. راحت يا سيدي. والحصه تاعنا المراقبه تاعها هنا في الاستوديو من طرف المحضر القضائي وفي قاعه البث تاع قناه الشروق. بالنسبه لي الاس ام اس الاستاذ عبد الفتاح، احنا نقولوا دوك انت مع الاورديناتور قلنا شكون راح يلعب معنا. ممكن انت يخرج اسمك. شوف نقول ستوب وقت ما حبيت. تفضل ستوب. طب رقم خديجه من تيانت يا سيدي. هيا نصرك اسعاني والاخت خديجه هي اللي راح تلعب معنا الله اليوم من تيانت ونتعرفوا عليها اذا سامحتوا في هذه. شوف معايا أحلام حداد، شابة تبلغ من العمر 25 سنة، عزباء، حاصلة على شهادة الليسونس في الصحافة، هي حاليا دون عمل، تحب تجرب حدها فدي ولا خلي. المغني المفضل عندها هو أنريكي وتعشق أغنية هيرو. الطبق المفضل إليها هي الباربيكيو. أحب شيء حصلت عليه هي إكمالها لدراستها، والحاجة اللي تكرهها هي القدب واللي يتحلوا بها الصيفة. احنا من جهتنا نتمنى لك كل التوفيق يا الأخت أحلام. الاخت خديجه حدد احلام 17 سنه ونصف انا عمي حاضره معنا اليوم ليسونس في الصحافه اليس كذلك جورناليست كيش يقولوها بالعربيه زعما ليسونس في الاعلام والاتصال شحال واعره وين شتت وما فيبرور يهضر ما كاش هذاك هذه فيبرور موت سيلونس كي دير التليفون تاعك موت سيلونس موت سيلونس جاملت ودا هضرتي حالة هيرو هي الأغنية المفضلة لها مع المطرب إنريكي إغليسياس سير أميغو بصح وراي العلاقة قالت كان نحب إنريكي إغليسياس وشاب حسام شرقا غربا كاز كاع علاقة مي معليش مقبولة سيدي نحترموا الأذواق كي كملتي لي زيتود تسمى تما اللي تقدر تعتبري بلي شغل تما سي بون سي بون لاني ميور سوفينير تاعك كي كملتي لي زيتود تسمى ما طولش هذاك المومون تاع لي زيتود ما طولش بزاف تاع لا فان تاع لا فان تاع قرايه ولا ما بانيش احسبي 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 عندك شحال سته في الابتدائي ثلاثه في الفوضى مونطال ومن بعد عندنا ثلاثه في الليسي عاود خطره صافي 12 مي ساهلتي ما تهضريش عليها هذيك 12 زيدي لي ليسونس اربعه صافي 16 تكبر الله صح تكبر خو تكبر وني مساكن يديروا ميدسين واش تقولي عليهم حبيبنا حنا كان عندنا ايتيديوم مسكين عام عاش معانا صح ولا ماشي صح؟ ها؟ راه كارفاخال تاع الريال تاع العنابه شحال ده حمزه حبيبنا هذا ومعداه 50 مليون ها؟ ديري ان شاء الله كيما انت من تيارت وي صرتي كي في الجي درتي كاستينغ تاعك في الجي برك درت كاستينغ طولتي بصح باك تقدري تروحي للدار خلاص دوكا طولتي رايحه من الكاستينغ انت راكي هنا من سيبتوم صاي خلاص شحال عندك حصه معنا صابه كوما بزاف
40 برك 30 برك 40 برك يعني شغل يا بزاف الله يبارك سبحان الله العظيم. وغير قالوا لها رقم 6 خديجة حبطت تخبات وراء الجبال ما فهمناش وين راهي الطفلة ما كانش مش كاين مش درتي حبطتي على تما شغل من الفرحة ولا من الفرحة شلتي يا صحيتي عباك مانيش مأمن عباك يعني اللي قاعد قدامها ما هي تهضر معايا صحي تهضر معايا كانوا كيميرو ما درسي معايا دير هكذا وانتي في الدار هكذا سيلونس مود فيبرور هكذا في الدار الله يجعل الخير وكي عيطوا لك في التليفون تهضري براسك ما الهضره ما تلحكيهاش صح بلي ميساج بلي ميساج لي اس ام اس لي تيكستو لي فايبر لي طونغو هادو كاملهم دايرين حاله واش نديرو حنا لي سي بريمير بوات واش لازم نجيبو فيهم يا خديجه ان شاء الله واش نجيبو فيهم لي سي بريمير بوات لوطو يا لوطو عندك لوطو ولا ما عندكش عندي ما عندكش ها إيديس. عندك واحده كيما هذه هذه هي صحتك خويا شوف الناس اللي عندها ثقه شوف لا كونفيونس خويا شوف لا كونفيونس انريك غليسياس استا كي بور فافور ابات لي هذا انريك غليسياس هذا انريك غليسياس تاع 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 افتح سي بوا داير روح خد ساعي موفق اها مهدي مهدي بيزيداش الزرق سعاني عنواني مهدي يا بعد يا سيدي نهار بات خويا هيا هيا صاحبي هيا محمد محمد اسمع ما ممكن تقول لك هيدا محمد محمد افتح لك يا سا صح بابا صح جيب لي 100 مليون دوك هيا او سيدي على 100 مليون وراك المية اين هي بسنتو لوطو هيا لوطو هيا لوطو هيا لوطو وسام وسام واش راك يا وسام صافا الحمد لله قال لك وسام وعندي بيك اسمه هاني هاني وسام بون شو ديجا مقص ان شاء الله راحت هذا المقص تاع جورجيو ارماني يخيط به غير الكوستيمات الله الله يخبيه يخرجوا مخدوم بالفضه نص فضه نص ذهب عايش بارك الله فيك ناسي ستو با بارك الله فيك ميرسي ليزا شكون هضره قليله خويا الهضره قليله شكون هضره بالسين دوكا خلاص السلام عليكم محمد روح صديقي هيا الحراش هاي مقص 7500 ممتاز دوز سهام صحيتي سهام خفيفة قالت لك حاجة خفيفة قولي لي برك انتي ما فلافوك هكذا شغل كنت ندخل نقرا ونخرج ندخل نقرا ونخرج ما تهضري مع حتى واحد عندك الحق ما عندك والله العظيم ما تهضريش معاه وش هو الكود اللي كنتي تتمتعي به وش هو الكود اللي فريمون كنت تكرهيه الماده نهضرو بالماده يعني نحبهم كاع كلش كلش على بالي كلش كلش من السنه الاولى السنه الرابعه كلش بارك الله فيك ديك سري تاع بتفاميليا ما كانش هي ديك سري تاعها ما كانش كان سي بون راكي على 25 سنة قريب قريب إن شاء الله كي تحوشي على زوج ما فهمتش لا مازال 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 يا بنت تخلع قلت بالك حبيت تعطينا إيماج باللي تسمى طوب دي طوب وكذا قلت بالك سيام افتحي شو العلبة راحت قسم يا فاطمة فاطمة النيو أبعد الحلويات هدي قالك إمبراطور في الحلويات صح واه اش خبطت لي واه اقسم بالله غير عن بالي جينيرال تاع لارمي واه ومثلا يعني واش هو اللي تسمى اللي تعميه اللي الكاطو اللي ما تجيبيهش كاع مليح ورا اللي تجيبيه طوب كاش كاش نجيبهم كاع فور واش هذا كريستيانو كريستيانو رونالدو داخل اخرج اخرج يا كريستيانو اخرج لا صح واش مثلا يعني مثلا كاطو طوب كاطو برك ولا كان دالك دي بلا ولا pardon traditionnel traditionnel voilà كان كادو مودرن ما كاش كان traditionnel مثلا واش توب دي توب وشنو هو اللي تسمى خلاص انا اسوري بلي ناكلو وندوق ونتمتع شكون مثلا وش ولا تمسو وي هذا توب واللي هو مخدوم باش كيف باش يتخدم هذا بوس ولا تمسو غير فرينه غير فرينه هذا فرينه برك سير هذا ابعد اي بقى هي راح تدخل ابعد الله الله 50 دينار 50 دينار ليها لا مازال وحده مازال وحده مازال وحده
مازال واحدة خلاص سيري بارك الله فيك خلاص نستعولب طونوبيل تاعك هذه تاعك تاعي مالا دير في بالك ما كنسل فيها لنا تقعد هنا حتى نديها واحد اخر هاكا حبيبي صحيتي هيا حنانية هيا فاطمة النية هيا تو لونت فريسون هيا عبد الفتاح الضامن معنا الضامن معنا على بالي بلاك فرحان تاع الضامن معنا الضامن معنا عندها طونوبيل زوج طونوبيلات كوبي 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 عاود كوبي عندك زوج طونوبيلات ها ثلاثة اصلا شو دقيقة هذه خديجة من منين هذه متيارت حداد 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 ما يقولكش سيف سيف لا لا هما مأسفون خاطيهم يا اخو على ساكده هذوما تيارت هذوما عندهم نوزين بالك تاع الكارطون بالك عندهم نوزين تاع واش اه صح ليا اه بعث لي اس ام اس فيه لوفر مانيش رافض لاباري معليش الله يسلمك الحشمك الحشمك قول لي واش نقول ها حاضر 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 في خاطر تلت طونوبيلات اللي عندك ما حبيتيش ديكلاريهم بما انه مازال المقص ومازال السروال هدايا ومازال 2000 و5000 و200 و500 دينار وخاصة العشرة دينار ما تحصلناش على المئة مليون وإنما بقاو لنا سلسلة تاع ثلاثة بينها تصل بين البنك ويعرض عليك مبلغ تاع 66,000 دينار جزائري ماشي بزاف وماشي شوية 66,000 دينار جزائري تدي ولا تخلي العرض باردون مازال شوية بالتالي تدي ولا تخلي نخلي هاتوما اتواصلوا معنا وبعتونا رسالة قصيرة 6606 نلعبوا مع أخت خديجة متيالت وإن شاء الله اليوم تاخذي مبلغ محترم طالي لي في المقص الله يعطيك ما تمناي وطالي لي في الألفين وخمسة آلاف داكوردو ها يلعب نجحوا ثلاثة أنا قاعدين وصاير يا حي دقيقة ثلاثة البواط الأولي تاع الدوزيام سيري ما فهمتش أنا يا حي شربة نص كاس ما كاس كاع شربة تجيب لك الماء على بالي أنا عطشانة يا حي قعدوا زوج دقائق نحلوا بواطة روحي برك تسعة ديت ست هادي مع الأخر كاع مش حتى تسعة ديت يا من الأولى قدامك حضرات واش راكي لاباس شوية عندي 12 ليفري فامين بعتهم لك بعتهم لك 12 ماشي 11 12 معليش سهلين صح ملي داروا تاع لورديناتور سلكتو خفيف ياك بيان سلكت بكري عباك تجرد والكربون بيان عباك ما يجي سيني لك هذاك شاف سيرفيس تقول عطاك في 3 تقول ما يجي سيني تقول وعندو ريمارك كي زدنا لازم كي زدنا ناسيونال رانا طري بيان نعم كي زدنا ناسيونال رانا طري بيان طوب وانا عندي سؤال وعلى هذاك الشاف سيرفيس عنده توجور تحت المسكين 17 مليون طومبون ما فهمتش قاعدوا 17 واش يمثلوا هادو ما فهمتش كل واحد واش يمثل واحد اسمه كل واحد يمثل هاي دولة يا جماعة هاي دولة ما عند 17 طومبو في الدولة بعد ثلاث ساعتين قاسم قاسم طونوبيل كانت عند تاسع ديت شفت كيفاش 100 مليون شكرا لك يا تاسع ديت شكرا شكرا هايا زيدينا معنا اسمع نجيب لك الماسنا بزاف عليك بزاف عليك زين نجيب لك الماء الماء سير تاع من دلاتها هاي راسين الماء برك بارد برك الماء وبارد حاضر انا في لوتيل هنا ولا ما فهمتش انا ماء بارد اعطوني ماء بارد انا رحت وليت مازال ما قلتي لناش بواطا هاو ماء بارد يا سيدي رحت خدمت في لالاسكا وجيت 14 سيد علي يا خديجه تيارت ولا تروح ال 14 يا صاحبي تيارت اي معليش يا بصح سيدي علي خالة بالك القضيه حبت نهنى من 500 مليون من 400 هيا دبري راسك هاي مش حنقول حبست ندارت سلاح سيدي علي تفضل ان شاء الله لا لا فرح لي سيدي بارك الله فيك اوفا 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 5000 دينار صح سيدي علي جاهز امينه امينه عباك مول ميسيون عندها عرسه يا جماعه مول ميسيون جيبي الكاطو غدوه حاسبيني بالقاطو ان شاء الله ان شاء الله يا امين الله 50000 50000
صحيت صحيت الخمسين شوية شوية ما عليك. أيوة حبيبي تيارت وتيارت العواد البارود من يابك شو الترابة بيرا والمديرة وقايم بيها 86 ألف دينار جزائري 8 ملايين و600 شحال دخلت في الميكو؟ 66 ولا 86 زادت لك 20 دينار 20 ألف أكيد تخدمي دوكا ولا ما كنتش تخدمي؟ قاعدة في الدار وثلاث طونوبيلات على تخدمي أنت والله العظيم آه قاعدة في الدار هذه تشوفي تلفزيون تشوفي لي فيلم كونيكتي باردون نرقد صباح أكثر منها يعني من وادك دحبان واحد حتى شحال هكذا مليحة والله المشكل ومن بعد واش نديرو؟ نرجعوها قهوة حليب ولا نردوها فطور؟ قهوة حليب قهوة حليب بيان سي نحط روحو هكذا وعندك دوكا بالك ديري شوية سبور بالك دير نو؟ ميناج تلفزيون ميناج تلفزيون واش برامج يعني تشوفي باغ اكزومبل؟ تشوف ام بي سي بزاف بون 1 2 3 4 كاين بزاف واش من ام بي سي؟ 1 4 دراما مينداك اكشن داكور مينداك اكشن اكشن اوكي والقنوات الجزائريه تشوفي مينداك شروق تاع عاجل هذيك تشوفيها عاجل هذيك هذه هي تديك عندها وبيان سير شروق صحيح واش قلنا 86000 86000 زين خليك تزيد تخمي مليح شويه هكذا مش المشاهد كان يموت انا كيستراح نروح نديرو فيها فاصل ونتعاودو نتلاقاو داكور دو فاصل ولا نتلاقاو بعد شويه ها يا سيدي عسلامتكم في الجزء الثاني مع الاخت خديجه احلم حداد من تيارت هاي تلعب معنا الله اليوم تلقت مكالمتين هاتفيتين من طرف البنك الاولى عطاها 66 الف دينار قالت له يغدي بارك الله فيك يعطيك الصحه ما يشقاش والثانيه 86 الف رانا نستناو لحد الان رغم مرور كمل لي سبوت والله يا جماعه ما ردت لنا مش ما تقولش يعني بالك قالت لنا خبينا عليكم ولا والله ما قالت لنا لحد الساعه رانا نستناو انا جايب الكرسي تاعي ونقعد وقولي لي دوكا تدي ولا تخلي العرض خلي نخلي العرض يا سلام الله اكبر هلا اتواصلوا معنا ابعثونا رساله قصيره 6606 نفتحوا ثلاثه تفضلي سيدي علي سيدي علي رقم واحد الاخ رقم واحد سيدي علي على كل حال اللي عطانا المعلومه اون سكوب نعم سكوب عطانا قلنا نعاودوا نحيوا زميلنا وصديقنا عبد الفتاح يا دوي التحق بينا نعاودوا حيونا برك اللي هو على كل حال عبد الفتاح جاي يلعب معنا بصح هو الداخل ماذا به ما يهضرش معنا وحنا نقولوا له الله غالب كي تجي طريق لوطورو تعدي ولا خلي ما احنا باش نوجدوا ثاني لو بروشان كونديدا ولا كونديدات الا جيت تلعب في يدي ولا خلي الا تكون شويه سبيطار كيما جمعتوا الا تكون تا سيريو قدام هيك وكذا يا خويا روح حاجه واحده اخرى مثلا باش نفهموا لكم باللي هو فري ثاني سبيطار من شويه برك بحيث هو الفرونجان هذاك سيدي هو خوه زميل الممثل اللي يلعب في الفهامه حبيبنا واش اسمه مبروك مبروك هذا خو كرو اكتر وتاع حشمان به خوك اكتر تاع حشمان به خوك هذا يا صاحبي كابيلان ومبروك حبيبنا ومنا وسيد علي ويا سيدي على الحاجه انا والله خاطيتني لا انا والله ما نقولها خاطيتني انا نحب مبروك ناس سيد علي شوف لي يا خويا الله يستر كاش مقص ان شاء الله يا ربي راحت 2000 دينار ها يا مالك 2000 دينار 2000 دينار راحت مصطفى مصطفى رقم اثنين ايوا تندوف بارك الله فيك يا مصطفى بارك الله فيك انا عجبتني كي وريتها لنا وعبي تشوف وفرحان بها ورافدها كلش وكذا بارك الله فيك تين دوف هادي اعطيني ايه انا حليت انا حليت احيت خويا كليت مريم البارح باين معليش زيدي لي وعده اكبر علبه في المحيط المبلغ حاب يقول 500 مليون سنتيم كانت في تندوف تيلالا باك شحال واعره دير ايميسيون مع فيبرور كي تخيري عيط لنا انا اللي هيك انا راني اللي هيك بعد الباز والله دير هيك انا كي تعيط لنا كي تفري عيط لنا كيما حبيتي واش درنا 11 الأونز الله اكبر نروحوا للاليزي لحبيبنا باشي تفضل باشي تفضل ايوه صحيت باشي صحيت 200 دينار صحيت اعطيك انا تاع باشير باشير
فكرني جون وان كير دوغلاس كلينت إيستوود اللي في موستان كيف تحها ولا بلش كيل داخله كلينت إيستوود خو فكرني فيه اللي في موستان دامي مرسي بشير دوريا مسيو جو طومبري خويا بشير بيناتنا كولاك غادي ولا ماشي كولاك فيبرار ندير انا فيبرار موت سيلونس ماشي موت افيون موت سيلونس ما تهضرش شحال حلينا شفيتي شحال انا شحال شحال فتحتي 11 ال 11 بصح المونطون شفيتي عليه اه اجا ها ماشي اسكت اسكت والله مش فات عليها على دينا هكا والله اللي قلت والله ما على بالها هاي تشرب الماء برك 200 دينار انت شكيتها والله اعلم من نهاية الحصة نعطوك 4 فردوات تاع ما ديو معك انت دايكو جيتي علمة جيتي علبة او عيط هو هاني جاي وي خويا لا 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 والله وين نهضروا مع حبيبنا بشير وانا نهضروا على قولوا لي تهلا فينا شوية باردون قولوا تهلا فينا شوية تهلا يا لا لا ماشي هكذا تهلا فينا شوية اهضر معاها يا اخوات تحب تهضر معاها اهضر معاها ربي عايشك والله نوض باش بس لي ميسيون تجوز بيان ومنا اهضر معاها قول لها باش دعمها شجعها قال لي ودي فوالا يفو فالو نيسيسير ها باش تعاوني تعاون تهضر معاها يرحم الشيخ وندير المونطو تاعك هاي صح هاي صح هاك يهضري مع البنك ان شاء الله بالك يهديك ربي يا سيدي ها ونعقبوها هذه فيها ندير انا دوك اير كاتر نجيبو بيام ضحكتي سباك سباك ضحكت 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 وهي كاع عندك لاريس شو 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 ها نص نص شما هي تهضر معاه هي تهضر معانا اه وا لا 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 ما تفهمناش هكا اه فيها تفاهم كيفاش ايه مشي تاعي مشي تاعي وحده شو والله غير شو عندك سمع دقيقة دقيقة راح نزعف دوكا هو مصباح انا كي لحقت لي دوكا 17 مليون 17 مليون احكي لنا واش كاين ما فهمتش كان يحكي معاك هو سقساني قال لي اذا شحال عندك من اللوطو اه قلت له انت وحده كان نسمع له شحال قلت لي 17 ليا ندي انا ولا خلي انا ها 17 170 الف ادي ولا خلي حطت لنا شاف حلو سلسلة تاع ثلاثة خلي 17 مليون يا وليدي يا رفضت بعد ما هي تفاوضت مع البنك على المباشر وحد احنا ما كناش معاها عطى لها عرض تاع 170 الف دينار جزائري وهذا العرض لاني نحسوا به طالع 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 ستي رفضتي مرات اخرى والان دوك واش نديروا نفتحوا ثلاثه وانتوما 66 0 16 هاي بعد خالد رقم 16 الاستاذ خالد رقم 16 مازال ما خرجناش العلبه اللي فيها مقص والعلبه اللي فيها سروال ما نساواش هذه هكذا شدي راسك شدي راسك شدي راسك شدي راسك شدي راسك راح على كل حال انت نوت فامي تاعك حداد حليتي مع السباق حبيبنا بروجي تاع قال 400 متر تاع اوتوروت هذيك 300 مليون 400 متر ما فيها والو ما فيها والو نورمال جبل عادي هذه راح زيدي لي زوج زيدي لي زوج المقص والعلبه اللي فيها سرويل مازال ما خرجناش ما بغاوش يخرجوا ما بغاوش والله ما بغاو ما بغاوش بقانا الاستاذ فريد من الطارف الاخت كريمه مسوقه راس عيشوش من سيدي بالعباس سيده مريم من العاصمه حبيبنا يوسف من تيزي وزو محمد مسطيف امامه الاخ سمير انجلشمان ان ادي ولا خلي من باطنه محمد بارك الله فيك يا محمد صافا سيدي صح محمد صح اخويا صح محمد صح اخويا صح محمد
أستاذ جامعي، أستاذ جامعي، أستاذ معمل. تدي لي وعدة ويزيدي عايطنا ما نحلوش العلبات 400 مليون إن شاء الله. الفان سوكراس حاضر. الفان سوكراس صادي. حابة نسقسي كريمة شكابك يا قتنا ندير في المشروعات الزراعية هكذا، تحكي لنا على يوم يوميات ما نحلوهاش بطيني حلوهاش هستي هاي نحطوها هنا. احكي لنا على اون جورني تاع واحدة عندها مشروع كيما قلتي انا عندي مشروع زراعي صح؟ ايه اون جورني تاعك عادي مش هي جورني عادي برا نعم؟ برا 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 هذه فهمناها ماشي لداخل باينة بصح برا فاهمين اون جورني نضنا صباح واش من ساعة؟ ستة خمسة الله يبارك. ايه اتجاه تراب نروحوا للتراب واش نعملوا في التراب؟ نحرثوه يكون محروث نقولوا فتصور احنا كان ها لازم انا اللي نحرثوه. انت تحرثيه؟ انت تحرثيه؟ ها كون نشرف شعري ما يتحرثش بتراكتور ومن اه وهاد الشركه هذه فيها بيسر خدامه كوم ما يعاونك ما ديش ما زالت جديده تحرثيه بيسر اوكي داكوردو. وانت اون سمون راكي تزرعي باش يخرج واش؟ دم جوبلي؟ ايه جوبلي اكثر منها اه لارج جوبلي لي بلي دور فول بلي خير يعني؟ فول ملاح كله والفول وشنو الفول هذا؟ لوبيا الفول اه قلت بالك فول الفول فول فول اه سون بيتي فول اه سون بيتي اه فول صح ايه كاين كل شيء. دوك تديري شعير ولا ديري فول ولا ديري كل شيء اي صدرات معروفه فول يخدم معاك هذا؟ يعرفني اه يعرفك هذه كاين الام بواقي هذوك شكون؟ هذيك مش كاستينغ الجي مسكين ام البواقي لا با ولا ام البواقي شبيطه مختار اه داكور شبيطه مختار صحيت شوف لي ميسيون تاعنا خويا صباحي قريبه اصلا كي جبدوه لك تم تم دخلوا لك في الديزويت هذيك تقول مصباح الجي اي ام البواقي وش بيك خويا تقول لكم الجي وانت علاه تقولي دام على ما قلتيناش تيب اصلك علاه عيب عليك يا مدام والله العظيم تيب ام البواقي قال لنا ام البواقي زيد كاش ما تجرح فيه كاش دوسي هناك شي واحد دورو دورو قال كاش شوفي لي الدوسي هناك شي واحد هنا شوف كاين اسكت انت خلي كل يوم نجبدوا واحد 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 حاضر حاضر تفضلي. اذا تابعونا كل يوم في الدولة خلي وسلسله ومسلسل نكشف كل شيء مع الأخت كريمة من سوكراس. اليوم اكتشفنا أن الأخت مريومة من كاستينغ العاصمة ها من هي من أم البواكي وعيب عليك ومن قصر الصباحي يا لطيف بالتحديد من قصر الصباحي من قصر الصباحي وهي أم لي مازال بابا 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 شبيك خويا شبيك ومزوجة عندها قدها رجالة ما نعرفش قدها وادي مزوجة قدها كم يضاني هذه قدها اسكت علينا اسكت انت اسكت عام وشوية عام وشوية العمين العمين اسكت الدواسة هنا الملفات سعدك يا فعل الخير كل واحد يعسروها يا جماعة مخابرات سيا هذه خويا الاف بي اي ابعت كريمة ابعت 25 مليون خويا بابا بابا با. كريمة ربي عايشك كش ما عندك ملف على الأخت هذه ملف عندك ملف هنا كاين كاين جاتك كاين هاني جاي البونكي ونجي يا أيوة ألو لوكال آه ولا تمدي الديسات وين كانت ديسات اه قلت لها ليها ديسات اه طاك ديسات هو اوكي 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 دوك تسمح بيقول ديسات واحد اخرى حاضر حاضر البنك اكي سمعتي زاد عطاك نفس العرض 170 الف دينار جزائري اسمعتي خمي انا دوك نحكي مع كريمة غير بيناتنا كريمة اني جاي والله تي خمي خمي بعقلك خمي معقلك ايوا هذه الملف تاع مني هذه تاعها اه هي قالت لي عندي طوموبيل وعندها طوموبيل عندها زي بغيه ديما نحتاج طوموبيل واذا ديتها هي زيت الخير خير سبونسري يس انا نحكي معاه وانت لا تي كونسري تي نحكي معاه احنا نحكوا على والله كولر شنو فين عندنا قري غير واش هي عندها حاجه قليله عادي هي شاتيه وحده تاع ريفيراج تاع ريفيراج تاع بارك الله فيك 2.4 يا جماعه كل واحد يخبي كوارتو المراه خطيره هذه خويا كل واحد يخبي كوارتو انا بلغتها انا بلغت
بارك الله فيك هريمه. واش بيك غير الخير طحت عليك بطيمه كي دير هكا واش كاين؟ راني نشوف لي صاحبي ما قلنا قال لك يا ودي 170 الف وعلاك ياك غير الخير شد راسك. هذه ايميسيون لعبه برك. بيان سور. تفضلي تدي ولا تخلي العرض؟ بقات لنا السلسله الاخيره تاع ثلاثه في الجزء الثاني. تدي ولا تخلي؟ وي ندي. تدي؟ وي. تدي مبروك عليك مبلغ 170 ألف دينار جزائري كأنه يعني المسلسلات ولا حب يقول الحلقات والتعدي ولا خلي أصبحت تتشابه كأنه البنك أصبح يسيطر على كم لي كونديدا. أصبح ظاهر أن البنك راه دار الرعب والخوف وغرس الشك في لي كونديدا وزاد فاز. ما نعرف إن كلامك إن كان كلامي صحيح ولا لا. ليسونسيال احنا نقولوا 170 الف دينار جزائري مبروك عليك. نفتحوا دوك العلب كامل الى غايه العلبه رقم 23 مش نعرفوا ان كان عندك الصح ولا لا. تما درتي لا بون ديسيزيون خديتي لا بون ديسيزيون سي بون ادي صاي خلاص خلاص دوك الفيبرون راح حلي وما تكسرش راسك روحوا لباتنا لا ديغنيغ سيري. اتفضل استاذ سمير افتح لنا العلبه تاعك 10 ملايين سنتيم. هيا يا دي جي من فضلك 10 ملايين فلك 10 ملايين دوسون. واش نديرو؟ نزيدو نفتحو علبة تاع السيدة مريم من كاستينغ العاصمة وهي أصلا من أم البواقي حسب آخر رابور جانا من سوق هراس. وأنت تانيك من البواقي علاش تزيدي لي كاستينغ بزاف ما ديريش؟ أصلا شوف قص الواد تك 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 راح يروح. بنتي يا روح الطار الاستاذ فريد من الطارف. نفتحوا اخر علبه باش نشوفوا سي لو بون شوا اي لو بون. لحد الان انت مبروك عليك 170 الف دينار جزائري للمره الثانيه عرضت عليك في المره في المره الثانيه قبلتي. الاستاذ فريد هاي يفتح هناك افتح. ايوا راحت مليحه هذه اخر علبه راحت. هو عيط لنا دوكا كلينا نوصلوا ليميسيون بعد ما حليتي العلبه تاع 400 مليون يعطيك العرض. كنا انه كني انه الميسيون مازال متواصله صح ولا مش صح؟ صحيح. نعم 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 هكذا. وشكون تحت دير هذا فهاد اللي بعد ما حليتي لا يقول لك غير العلبه. احنا تعبلاني زعما. نعم احنا تعبلاني زعما. لا لا ماشي تعبلاني زعما في هذاك المومون انت دخلي في السيناريو هذاك. في هذاك الوقت كان قال لك غيري كنت راح تغيري زعما ودخلي انت في السيناريو باش تلعبوا كيف كيف ما كاينش لعبي وحدك. اه نو نو ما كنتش راح تغيري بالتالي خلي وانا بالتالي في هذاك الوقت اللي هو هذا الوقت دوكا نروح لابيب. ما تقوليش يعني ما نروحش لابيب نروح لابيب ابعث هذا نتلاقى. عودة مجددة الجزء الثالث والأخير تعدي ولا خلي سهرتنا لها اليوم مع الأخت خديجة. لازم نقولوا دوك الآن بلي احنا ليميسيون كلمة قلت يا خلاص كملت عندنا بحيث يا قبلت العرض تاع البنك ب 170 ألف دينار جزائري مبروك عليك. 170 ألف دينار جزائري تقتسميها مع صاحب الأس إم إس إلى غاية ما نروحوا للعلبة رقم 23. كان اتصل بك البنك وقال لك يا ودي في هذيك الوضعية إلى وصلتي بعد ما مشات العلبة تاع 400 مليون احنا واش نديروا؟ نعرضوا عليك أنه تروحي تغيري وانت كنت راح تقولي انا ما نغيرش ما نغيرش. نواصلوا الان وفتحي لنا انت علبتين حتى نروح عند الاستاذ عبد الفتاح نوفو فوني نا اليوم اللي خرج هو. تفضل الاستاذ سي عبد الفتاح تفضل. هاني با هاني با راح المقص كان تما المقص عيشوش نغلقوا نكملوها باش انت حبيتي تخلي العلبه الاخيره عند يوسف من تيزي وزو تخلي العلبه الاخيره هذيك هي. عايشوش بالعباس تفضلي. انا نقول لك باللي الى عايشوش حلت لنا العلبه تاع 50 مليون سنتيم سا فو دير كو درتي لو سوبر بون شوا. ويلا ما حلتهاش سا فو دير نقعدوا نضحكوا عليها.
بقات لنا دوكا العلبه فيها 50 مليون حيعيط وفيها 10 دينار حيعيط راح يعيط لك حيعيط يا خويا غير عطاها دراهم 17 مليون اباك تحس بلي خدمت كلمة وجات قعدت حبت عندها شغل 10 مينوت وتروح شربت واش نسالوا لك واحد ثلاث قرايمه شربت ثلاثه قرايمه دوكا مهما كان الا ديتي 50 مليون نقول لك بلي كترينا من الماء ولا ديتي 1000 راك رانا نسالوا لك بصح انا ديت 17 ديتي 17 اكثر ما علينا اللي فرضوا يا سيدي ما حبش تدخل لي في السيناريو قلت لها زعما لا ديتي زعما ديت 17 ديت 17 مليون ما نوليش لا ناري صافي سي بون اه داكو اه صحيت صحيت وحنا بما انه البنك فاز في اللعبه تاعو وقدر يقضي عليك بحيث انه انت كان صبرتي شويه كيما ويقول هو ولا طحنا في هذه الوضعيه قلت احنا عرضت عليك 320 الف دينار 32 مليون هذاك الوضع معليش على معنا بلي معليش وانت واش تقولي لنا دوكا خلي 32 مليون في هذاك الوضع بيناتنا دخلي في البارس في ليستور صح بين 50 و 1000 فراك يعطيك 32 كنت حتخليه لا كنت حندي بيان سور ما دوك سي بون يقولي ندي قولي ما تعطيناش لا فورس مسيو يوسف تفضل سامحني نفتحوا العلبه الاخيره باش نشوفوا الا درتي لو بون شوا قبل ما تفتحها انا ثاني نطلب من السيده غادي تفتح العلبه تاعها حيتي وحنا واش نديرو دوكا استاذ يوسف تفضل اضحك خويا اضحك اضحك قلنا لك اضحك خويا اضحك خويا بحيث البنكي كان عندك 50 مليون في العلبه تاعك ودا عليك ب 17 مليون كان عندك في العلبه تاعك 50 مليون سنتيم وانت في ثاني عرض متتالي تاع 17 مليون بالك تقلقتي ولا بالك تخوفتي وقلتي مانيش حابه يصرالي كيما بالك صرا البعض انا نعاود ناكد لك معلومه حصه ما تشبه الاخرى بعض لي سيناريو بعض الامور تشبه لها بصح المحتوى ما تشبهلهاش نعرض عليك العلبه رقم 23 انت مبروك عليك مبلغ 17 مليون تقتسميه مع صاحب الاس ام اس وهل تاخذي العلبه رقم 23 الاخت خديجه متيارت تفضلي نخلي وما ناخذش العلبه رقم 23 و17 مليون هي المبلغ اللي راح تمشي به وتقتسميه مع صاحب الاس ام اس وحنا ناكدوا المعلومه ان باردون فيها فوا 2 الله اكبر فيها صفر هذه ام واجب ديها في الصواب هذه ام واجب ديها في الصواب هذه ام واجب ديها في الصواب شكرا لك بايتي بليزيغ ومبروك عليك مبروك عليك الاخت خديجه متيارت المبلغ تاع 170 الف دينار جزائري هو عرض البنك اللي خديتيه انت في المرحله الثانيه صح في العلبه تاعها كان 50 مليون سنتيم كانه الحظ راه يجي هنا والمشاركين وما يتهربوا منه البارح المشارك تاعنا نبيل 300 مليون خلاها تروح هي نفس الشيء سرعت خلت العلبه تاعها ياخذها البنك ب 170 الف وكان عندها 50 مليون سنتيم معليش انا نقول لكم نتلاقاو بكم غدا ان شاء الله امين انا نطيعوا بان كونديدا يجو لو جو من ديبي لافا الى ذلك من الحين